ليه مشيت؟ بص يا كابتن، هو انا في الفتره الاولانيه بتاعت الاهلي كان كابتن حسام، حتى انا ما كنتش بلعب كتير، بس كابتن حسام ما قعدش فتره طويله وانا موجود. يعني لما رحت النادي بعدها بشهرين ثلاثه كابتن حسام ما كملش. جه مستر كارتيرون، كان عارفني في ايام وادي دجله، كنت بشارك معاه، كنت ماشي كويس قوي. حتى انا فاكر الفتره الاولانيه مع النادي الاهلي كنت جايب 6 جون فيها، ما بين دوري وبطوله عربيه وكاس مصر. كنت بشارك طبعا اساسي مع مستر في مباريات كنت بتبقى احتياطي وبتنزل بتجيب بالظبط. اهداف، انا كنت متذكر. بشارك بسيط جدا. مشي مستر كارترون، جه مستر راسارتي، ما لعبتش معاه ولا ماتش. ما قلتلوش ما بلعبش ليه؟ اتكلمت معاه، كان بيقول اسباب بقى مش عايز اتكلم فيها، ما علينا. كان بيقول لك ايه؟ لا انا قلتها قال بقى، لنا دي حدوته لا احنا عادي بقى. هو كان بيقول يعني كان بيقول لك حاجات مش مقتنع بيها. بيقول لي حاجات غريبه فعلا. فقال لي زي اتمرن، ايه مثلا؟ قال لي اتمرن واتمرن كويس ويشتغل، وانا ايه ان شاء الله. ايه قلت له طب لو في حاجه مثلا في او في مشكله ممكن احسنها، مش مشكله، انا بتقبل ده. طب انت مدير فني وده قرارك طبعا، بس انا لو في حاجه ممكن احسنها بايدي احسنها، انت ممكن تقولها لي. قال لي انا عايزك تتمرن كويس. جينا يا كابتن، لعبنا ماتش ودي في النادي عندنا، كنا بنلعب شبين. والله كنت زي بقول لك كده بالظبط، ما بداتش برضو الماتش معاه. نزلني الودي شويه، نزلني شويه في ماتش ودي، انت كده مش في حساباته. نزلني نص ساعه، جبت جون فيها تمام. لقيته لوحده كده، والله يا كابتن شادي، بعد الماتش جه اتكلم معايا، قال لي انا ما كنتش متصور ان انت في الماتش تبقى بالحاله دي. بيني وبينك قلت الحمد لله، يمكن هو مثلا يعني مش مقتنع بيه في التمرين مثلا، ما تصدقوش قوي برضه يعني. خبرتي انا مش عارف اللي جاي ايه، ثاني هي ممكن كانت تنيمه. ايوه بالظبط. انا بكلمك ما انا بقول بخبره لك بقى، سنين. ما انا هقول لك الجاي بقى. اتفضل. فقلت طب قلت الحمد لله، يعني ان شاء الله ابدا واحده واحده. كان ساعتها عندي برضه، كنت لسه كل ده يا كابتن، كان كنت لسه صغير، عندي 22 سنه وشويه. يعني اقول لك انا فانا ما احساسك ايه كنتش زعلان قوي، بالكلمتين، عارف الكلمتين اللي قالهم لك، هتلاقيك مروح طاير فرحان ان انت عملت ماتش كويس، حتى لو وقت قليل وجبت جون والكلام بتاع الراجل ايجابي. فروحت يا كابتن مبسوط طبعا. كان عندنا ماتشين بعدها، طلعت بره السكور، ما اتكلمتش. بعدها برضو طلعت بره السكور، طلعت كذا ماتش اطلع بره السكور. كان في ناس بدون ذكر اسم كانت بتبقى مثلا مصابه رجعت دخلت. مش بيطبق العداله يعني. واللعيبه دي مش كان لعيبه كبار في الفرق، كانوا يعني كانوا زي كان صغير يعني في الفرقه ساعتها، كان واحد زي عادي يعني، مش يعني مثلا لو لعيب كبير في النادي ممكن اسالك سؤال ولا نجم كبير. خلينا ندردش معاك في دي. حلو. على فكره في مفهوم عند الناس غلط في، لا طب انا النهارده مدير فني لعيب كبير ومش هفيد الفرقه، هو عشان لعيب كبير يلعب؟ انا مش من المدرسه دي ابدا. ممكن هاخد من حد مردود فني 50% مع لعيب كبير هيبقى موجود وهيبقى في ثغره في الفرقه. لا اللاعب الصغير، انا قصدي يا كابتن يعني لو لعيب كبير انت يعني خلاص، مش عشان لعيب كبير مثلا ولعيب جامد، لا لعيب كبير في الملعب وبره يعني بالظبط. تمام. عشان كده نوضح بس الجمله دي، لان بالنسبه لي مركز معاك سكت فاهم يعني. فلقيت برضو ما بخشش، رحت اتكلمت معاه، قال لي انت معلكش غير اللي انت تتمرن بس. وقال لي طبعا حاجات تانية مش عايز اتكلم فيها. زي ايه مثلا؟ ليه يعني هو تاني؟ يعني هو حاجه عاديه. وقال لي انا بشوفك بتروح للجون وتهزر، ما بتبقاش جد وانت بتحط الكوره. قلت له يعني ده سبب؟ قال لي والله يا كابتن بقيت اتمرن كويس واشتغل وي. هي خلاص، هي كانت وجهه نظره خلاص، قناعه. فالموسم خلص، خدنا الدوري ساعتها، دوري 2019 لو تفتكروا، كان دوري صعب جدا، يمكن ده امتع دوري في تاريخ النادي. كان صعب جدا. فهو كان بس احنا كنا طلعنا من افريقيا السنه دي بنتيجه مش كويسه مع سان داونز. فانا قلت ايه، قلت لو هو كمل في النادي انا همشي. هو الراجل من واضح اللي هو مش هيعتمد عليا، فانا عايز اطلع عشان العب. انا لسه صغير وكل حاجه، والعمر هيجري بيك وانت ما بتلعبش برضو بتبقى. والله يا كابتن شادي زي ما بقول لك كده بالظبط. فهو عرفت اللي هو يكمل. اتكلمت على كاسيدو، قلت له كاسيدو انا حابب ان اطلع اعرى.
عايز العب وكده. بصراحه كابتن سيد بصراحه يعني انت عارف كابتن سيد تعاون معايا جدا وكان واقف معايا في الفتره دي وقال لي خلاص ماشي شوف انت عايز تطلع فين. و كلمك انبي كابتن علي ماهر كلمني وخلاص اتفقنا ورحت انبي. بس تألقت في انبي، كنت هتعرف لما هتمشي هتبقى هداف الدوري؟ بص يا كابتن بالامانه هو انا كنت طالع كنت واثق في نفسي جدا. بص هو حوار اللي انت تبقى عارف حاجه دي في المستقبل دي حاجه بتاعت ربنا، بس انت انا طالع واثق في نفسي واثق في امكانياتي وطالع عشان اثبت للناس ان انا قد الثقه بتاعتهم وان انا يعني كنت عايز اخد فرصه اكبر وكده. الاعاره دي سلاح ذو حدين، لا تنجح وترجع النادي لا ما ترجعش النادي تاني.